مرحب بحضراتكم من جديد، نبدأ مع بعض الفقرة الأولى، فقرة الأخبار، وناخد مع بعض الخبر الأول. وبصراحة أنا شايف الخبر ده مهم جدا، والخبر ده بيتكلم عن العملات الرقمية، وهنتكلم باستفاضة أكتر عن العملات المشفرة، وبنتكلم عن خطر هذه العملات، وبنتكلم عن التقدم في استخدام العملات. البنك المركزي يدرس إطلاق الجنيه الرقمي لتقليل انتشار العملات المشفرة، مع تقرار التحذير من جانب البنك المركزي من التعامل في العملات المشفرة. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور على سيادتك، صباح الخير على مصر كلها. دكتورة، يمكن احنا التطرق في البداية قبل ما نتكلم عن العملات الرقمية، احنا محتاجين وقت كبير جدا نتكلم عن العملات المشفرة، ويمكن كمان ثقافة التعامل والبدع والخرافات والاتجاه للتعدين، خصوصا ان احنا وصلنا لحد 2017 وصلنا تقريبا ل 800 عملة رقمية بيتعاملوا تقريبا في حوالي 4900 سوق حول العالم. تعليق يا دكتورة. أكيد طبعا، هو العملة المشفرة هي ترند حاليا في مجال العملات والتعامل بالعملات على مستوى العالم. زي ما سيادتك قلت، في انتشار كبير لأنواع العملات وعددها على مستوى العالم. أوضح بس للمشاهد المصري يعني عملة مشفرة أو عملة افتراضية. العملة المشفرة أو العملة الافتراضية أو العملة الرقمية كلها مصطلح واحد، ده بيعبر على النقود أو الفلوس اللي ظهرت على شبكة الإنترنت طبعا من خيال المبرمجين. دي حاجة artificial أو حاجة مش ملموسة أو مش موجودة بشكل مادي زي ما تمسك الجنيه المصري كده في إيديك، فلا، هي بشكل غير مادي موجود على شبكات الإنترنت، مقبولة في تبادل التجاري عبر تطبيقات كتيرة على الإنترنت. المصطلح العملة المشفرة اعترف به في مصر وفقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، على أنها عبارة عن أكواد تعبر عن رصيد القوى الشرائية المسجلة في سجل إلكتروني ما يكونش ليها أي شكل مادي ملموس من معادن أو ورق أو بلاستيك أو غير ذلك. وفقا للقانون الصادر عن البنك المركزي، هي عملة مخزنة إلكترونيا غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، يعني هي ملهاش مقابل بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، أو يعني هي ملهاش مقابل بس ليها قيمتها لو هتشتريها. يعني لما ننسى مثلا البيتكوين بتساوي قد ايه من الدولار الامريكي عشان بس ما يحصلش اختلاط، لكن هي ملهاش مقابل من العملات الصادره في النقد الرسمي عن البنوك. ولكن يا دكتوره، كمان الدوله اصدرت قانون 194 بالتغريم او بالحبس او بالعقوبتين مع بعض لمن يعني اللي بيشتغل في التعدين او خرافه التعدين او التعامل بشكل بالنسبه للسوق. تعليق يا دكتوره. اكيد طبعا، لان هي بتختلف عن النقود العاديه في كونها تصدر، يعني اصدارها بيتم بعيدا عن التنظيم الحكومي او بيتم بعيدا عن البنوك المركزيه على مستوى العالم، مش بتصدر من بنوك نظاميه ولا تستند الى قوى نقود شرائيه حقيقيه ليس لها مادي وجود مادي ملموس، وبالتالي هي يتم تبادلها واصدارها على شبكات الانترنت. هي ما فيش اي بنك مركزي على مستوى العالم تم الاعتراف بالعملات المشفره في الاصدار والتعامل بيه. دكتور ريم، برحب بحضرتك مرة تانية، ودايما منورانا في صباح مين. أهلا وسهلا، زي حضرتك. أهلا بحضرتك. طب دكتور، إحنا ممكن نتوقع إمتى يتم إصدار عملة رقمية مصرية؟ هو البنك المركزي المصري بيقوم على مشروعات رقمية. يعني في بنوك زي مثلا بنك مصر في مشروع للفرع الإلكتروني أو البنك الإلكتروني اللي هو بيتعامل في كل معاملاته إلكترونيا وما فيش أي معاملات ورقية. فالبنك المركزي المصري بيصدر إصدار أو بيدرس إصدار الجنيه الرقمي بالإضافة إلى مشروعات رقمية أخرى زي الحصول على الادخار والإقراض عبر محافظ الهاتف المحمول، وده تحت إشراف ووصاية البنك المركزي المصري. ده في إطار عدة مشروعات بيعمل عليها البنك المركزي المصري من خلال رقمنة العملية المصرفية والتعرف على هوية العملاء إلكترونيا، بالإضافة إلى وضع الضوابط والكنترول على جميع المعاملات الرقمية اللي بتتم خلال المحافظ الإلكترونية، اللي ممكن أخذ ادخار أعمل ادخار أو أخذ قرض من خلال موبايل أبليكيشن، ودي بديل شرعي للعملات المشفرة عالية المخاطر زي ما أشار زميل حضرتك إنه الحاجات دي عالية المخاطر. فأنا لما بصدر جنيه رقمي تابع لبنك مركزي مصري بيتسم بدرجة عالية من الأمان، فأنا هنا باخد خطوات
يعني حثيثة نحو الفينتك والديجيتال ترانسفورميشن. دكتورة طيب عايز عشان أبسط الموضوع أكتر للناس، طب حد دلوقتي بيسمعني بيقول يعني إيه عملة رقمية؟ يعني برضه هو شيء مش موجود، طب إيه الفرق ما بين العملة الرقمية والعملة المشفرة؟ أكيد، هي العملة الرقمية ببساطة شديدة مجموعة شاملة من العملات الافتراضية، سواء كانت مشفرة أو افتراضية، تستخدم تقنية البلوك تشين في إصدارها وتعقبها، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال أجهزة الكمبيوتر. يعني أنت ما ينفعش تفتح محفظتك زي ما في الوضع الحالي وتلاقي عملات نقدية، لا، العملات المشفرة والرقمية دي موجودة ولازم يكون اتصال بالكمبيوتر والإنترنت. هناك بعض البنوك المركز لو كانت العملة الرقمية صادرة عن البنك المركزي فبسميها Central Bank Digital Currency CBDC، أما لو كانت مش يعني هي العملة الرقمية دي معادلة للجنيه المصري، يعني لو البنك المركزي المصري هيصدر عملة رقمية ده معادل للجنيه المصري، هياخد كود وهياخد سيريال. اما لو كده ده مختلف تماما عن العمله المشفره او العمله الافتراضيه اللي هي بتبقى عن طريق اكواد ومبرمجين ولازم افك الشفرات. طب دكتوره دلوقتي انا شايف ان البيتكوين، يعني اللي فهمته من كلام حضرتك يا دكتوره ان الريسك هنا عالي جدا، يعني انا عندي عمله مش موجوده وبالرغم من كده سعرها كبير جدا، وكمان ممكن العملات دي تستخدم في امور غير قانونيه، لان حضرتك قلتي كمان صعب تتبع البيتكوين من شخص لشخص او من شركه لشركه او منظمه حول العالم. تعليق يا دكتوره. العمله المشفره او البيتكوين هي من اشهر العملات المشفره، زي ما حضرتك في بدايه المداخله ذكرت ان حوالي عندنا اكثر من 800 عمله مشفره، هي دي شكل من اشكال العملات الرقميه، ده غير خاضع للتنظيم لا من سلطه رسميه ولا من بنك مركزي، يتم التعدين والمشفر للحصول عليها عن طريق معادلات محاسبيه معقده من اجهزه كمبيوتر متطوره. الحاجات دي كلها غير خاضعه لاي سلطه مركزيه، غير محصنه ضد تدخل الحكومه او التلاعب فيها، بيحصل فيها تلاعب، في بيحصل درجة عالية من المخاطر فيها، ممكن استخدامها في عمليات غير مشروعة أو غسل أموال أو مثلا تمويل عمليات مشبوهة أو يعني بتسبب كثير من المخاطر على البلد، فمش مفضل خالص، وفي عقوبات كبيرة وعالية للتعامل من العملات المشفرة. لحد دلوقتي مفيش بنك مركزي اعترف بيها على مستوى العالم، لكن هناك بعض الشركات اللي بتقبل الدفع بالعملات المشفرة أونلاين، زي شركة تسلا قبلت الدفع بالبيتكوين، بس ده ما يقللش من عدة الانتقادات الموجهة ليها لأنها تستخدم في أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى تقلب أسعارها بشكل كبير. دي من أهم النقاط الضعف في العملة المشفرة اللي هي يعني هو سبب إعلان شركة تسلا التعامل بالبيتكوين خلى البيتكوين في سعر تاني في منطقة تانية خالص يعني. بالضبط، وهي عرضة كبيرة للأحداث اللي على مستوى العالم، فهي الفولاتيليتي أو عدم الاستقرار فيها عالي جدا. طيب دكتورة عايز أسأل حضرتك دلوقتي، قيمة الجنيه الرقمي هيكون جنيه أنا كشخص عادي جدا أعرف أتعامل بيه ولا ده هيكون خاص بالمؤسسات؟ والحاجة التانية، هل التعامل من مصر مع دول أخرى ده هيبقى بشكل قانوني؟ يعني ينفع التبادل ما بين أن أنا أشتري حاجة من هنا لبرة وده متعرف عليه، ولا هيكون التعامل إزاي؟ زي ما قلت، وفقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 وفقا للمادة 206 هي فتحت الباب لدخول مصر في مجال التعامل في العملات الرقمية، لما قال النص بممارسة هذا النشاط بالحصول على تصريح من البنك المركزي، يعني أي جهة لها الحق إن هي تستخدم العملات دي بس بشرط حصول على تصريح من البنك المركزي. والبنك المركزي في الآونة الأخيرة زي ما حضرتك قلت في بداية الخبر هو هيطرح الجنيه الإلكتروني شريطة أن يحتفظ البنك لديه بالمقابل ليه، يعني أنت لو عايز تصبح جنيه إلكتروني لازم يكون عندك غطاء أو مغطي للجنيه التقليدي في محفظة في البنك. بشكر الدكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة.